التطوير التعاوني في مجال التجهيز والنقل والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة والمتطورة في هذا الميدان كان في صلب مباحثات وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر عمارة مع الوزير الياباني المنتدب لدى وزير النقل والبنية التحتية والسياحة. C'est un entretien bilatéral avec monsieur le ministre d'État. إنه اجتماع هام جدا مع الوزير الياباني يعكس جودة العلاقات الثنائية التي تربطنا باليابان ويمثل مرحلة مهمة لتقوية التعاون وإظهار عدد من المشاريع المهيكلة والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب لتحسين بنيته التحتية. وتميزت المباحثات بتوقيع اتفاق تعاون بين الجانبين يهم تقديم اليابان الدعم التقني للمغرب وتكوين الخبراء وتطوير الاستثمار والارتقاء به بالإضافة إلى بحث سبل وضع مشاريع مشتركة تعود بالنفع على القارة الإفريقية.